بلد الشام وأهل الشام عنوان ترابك يا شام بلدي بلدي بلد الشام وأهل الشام عنوان ترابك يا شام بلدي بلدي شامل المنهل زند المشعل شامل المنهل زند المشعل عربي الماضي والمستقبل عربي الماضي والمستقبل شامل عربي الماضي والمستقبل عربي الماضي والمستقبل شمسي وتلجي سهري ومرجي سيف جدودي ودمع خدودي كرمال ترابك يا شام كرمال ترابك يا شام شام بوابة حراب حراب ما بيتسكر فيها باب شام بوابة حراب حراب وما بيتسكر فيها باب شام التاريخ اللي تسجل اسطورك يا هالمستقبل شام الدنيا شام الاول وجهك عربي ما بيتبدل شام التاريخ اللي تسجل اسطورك يا هالمستقبل يسعد صباحك نور يسعد صباحك سالي وصباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية من ما كنتوا عم تعملوا أكيد من مطعم رمان عم نطلع عليكم مشاهدينا كل يوم بتوقيت الياسمين الساعة 9 الصباح أكيد صباحنا غير معكم مع ضيوفنا اللي من مجالات مختلفة أكيد عم نطرح مواضيع بتهمنا وبتهمكم مثل ما ذكرنا أنه نحن حطينا سؤال عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير بنتمنى المشاركة منكم أكيد وبنتمنى أي شيء بدكم تضيفوه لبرنامجنا إن شاء الله بالأطلالة الجديدة انكم تحطوا لنا اياه لاكيد ناخذه بعين الاعتبار بالانطلاقه الجديده. بدي ارجع اجدد التحيه على نور. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك سالي. ومثل ما قلتي نحن رحلتنا الصباحيه بنحاول من خلالها نقدم مواضيع بتهم الناس وبتلامس حياتهم اليوميه. اليوم مواضيعنا منوعه ومختلفه، عم نحاول خلال ساعه وربع نكون قريبين لكم، نكون قريبين من الشارع السوري. تحيتنا دائما بالبدايه لحراس الامن والامان رجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا شباب. فاصل صغير نبتدي رحلتنا الصباحية. بالتالي بنبتدي رحلتنا الصباحية بجولة على آخر الدراسات العالمية وآخر دراسة انحكت طبيا عن فاعلية الكمامة. كلنا بنعرف قديش أول ما بلشت الجائحة جائحة فيروس كورونا بالعالم قديش يجب الالتزام بالكمامة بالكفوف بالإجراءات الوقائية، لكن الكمامة لها فاعلية كتير كبيرة لحماية الشخص وحماية الأشخاص اللي حوله. حسب دراسة أمريكية صادرة عن مركز السيطرة على الأمراض حول أقنعة الوجه القماشية بتقول إنه الكمامة القماشية مو بس بتوفر الحماية للشخص اللي عم يرتديها بل الأشخاص المحيطين فيه، مثل الدراسات السابقة اللي حكت عن دور الكمامة منع إطلاق جزيئات الفيروس المعدية عندما يسعل المريض أو مرتدي الكمامة أو يعطس أو يتحدث، وبالتالي حماية الآخرين من الشخص المصاب بكوفيد 19. صحيح نور، لكن هذا الأسبوع قامت الوكالة بتحديث إرشاداتها لتقول أنه الأقنعة القماشية توفر أيضا ترشيحا للحماية الشخصية، مما يعني أن الأقنعة
ايضا فيها تصفي الهواء المحتمل يكون فيه فيروس او معدي، وبالتالي تحمي الشخص يلي لابسه. أكيد سالي، دائما أخبارنا وآخر الدراسات حول جائحة فيروس كورونا. خبرنا التالي عن منظمة الصحة العالمية حول إثارة الجدل عن لقاح الرشح لهل يقي من فيروس كورونا. أكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم أي التلقيح ضد الإنفلونزا لا يحمي الشخص من كوفيد-19. أكيد، وأيضا قالت المنظمة العالمية المتخصصة أنه لا يوجد لقاح ضد كوفيد-19 حتى الآن فعال وآمن ومعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية، لكن تجري دراسة العديد من اللقاحات المحتملة، وقد تؤدي العديد من التجارب السريرية الكبيرة إلى نتائج في وقت لاحق من هذا العام. أكيد سالي، بالوقت نفسه الأدوية المضادة للفيروس ولقاحات الإنفلونزا متوفرة، وعلى الرغم من أنه لقاح الإنفلونزا غير فعال حول كوفيد-19، توصي المنظمة بشدة التطعيم سنويا للوقاء من عدوى الإنفلونزا. وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، يوجد في قائمة المرشحين حتى 3 نوفمبر 47 لقاح يجرى التطوير في مختلف أنحاء العالم حولهم. وأيضا نورة، بخبرنا التالي إعلان منظمة الصحة العالمية حول كورونا، ولكن هذا الإعلان بيحمل شرط حددته المنظمة لانتهاء جائحة فيروس كورونا. هالشرط أعلنته كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميثان، أن وقالت أن وباء كوفيد-19 قد ينتهي حين يتم تطعيم حوالي 70% من سكان العالم ضد الفيروس، على أن يكون اللقاح آمنا وفعالا وأن يلبي كافة المعايير في المنظمة وضرورة في مثل هالمجالات. الحديث يمكن سالي يطول عن فيروس كورونا، فاللقاح ودوره كحل نجاة عالميا من الوباء العالمي كورونا سينطلق بمنتصف الشهر بالمرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح أي فيروس كورونا اللي وضعه مركز فيكتور الروسي في مدينة روسية. أكيد، ويبدأ بالوقت نفسه العمل على إدخال اللقاح نور في التداول المدني في روسيا، وأن حصة المواطنين الروس الذين تجاوز عمرهم 65 عام من إجمالي المصابين بفيروس كورونا بلغت 18%، مشير إلى أن نسبة هؤلاء فاقت معدل المصابين لكل 100,000 نسمة في 36 إقليم روسي. يمكن سالي كل الدراسات هلا الطبيه حول فيروس كورونا عم نحاول يمكن نسلط الضوء على جميع الدراسات الطبيه ونحكي عنها، بس دائما في دراسه بتخالف دراسه، وللان يعني رغم الكل عم يحكي عن هيدا اللقاح ما بنعرف قديش مدى فعاليته، فبنتمنى فعلا يكون لقاح فعال لانه الناس بدها تكمل حياتها. يعني نحن تقريبا صلنا حوالي 10 شهور العالم مغلقه، بلشت تنفتح شوي لانه العالم بدها تكمل شغل، بدها تبلش حياتها. صحيح. ما فيها تم قاعدة، بس مع الالتزام بهي الإجراءات، وإذا كان اللقاح فعال فهو كمان ضمن الأولويات لحماية الناس. صح نور، مثل ما قلتي الدراسات بتختلف، ودائما دراسة دراسات جديدة، دراسة بتلغي دراسة، ودراسة بتضيف على دراسة، ودراسة بتناقض دراسة تانية، ولكن مثل ما قلنا أنه الوقاية خير من قطارة العاج. أكيد، والله هيك يديم الصحة على جميع الناس. بما أنه بلشنا أخبارنا بالحديث عن الكمامة القماشية، أهمية ارتداء فعلا بتحمي الشخص اللي لابسه، بنختم فقرتنا بفيديو عن طريق تصنيع الكمامة المنزلية القماشية، خلونا نتابعه سوا.
يعني يا نور، انت عندك بيبي وبتعرفي ارتفاع درجات الحراره عند الاطفال شائع جدا اكيد، وهي من المشكلات اللي بيواجهوها الاهل انه ارتفعت حراره الصبي او البنت ايضا، خاصه باعوامهم الاولى، قد تدل على خطر بكثير من الحالات. يعني ارتفاع الحراره احيانا بيكون طبيعي واحيانا بيكون بدل او مؤشر على شيء معين. لنتعرف اكثر عن هذا الموضوع وناخذ التفاصيل الصحيحه اكيد بصرنا نرحب بالدكتور قصي الزير اختصاص اطفال. اهلا وسهلا فيك دكتور، ودائما نحن متعودين على المعلومات الجديده. يسعد لي صباحكم وصباح جميع الاخوه المشاهدين، وان شاء الله هيك بنحكي همسي عن الحرارة عند الأطفال، لأنه شغلة بتقرق كل الأمهات، يعني الأمهات كل الناس والأهل اللي عم تتابعنا خاصة لأنه في نقص خطر. عندك طفل أو طفلة الله يسلمها يا رب، هيك الله يخلي كل أولاد العالم ويديم الصحة عليهم. يسعد صباحك دكتور. صباحك يا دائما بيقولوا لك دير بالك ما ترتفع من حرارة الولد، يعني تكون ضمن المعدل. ما في يعني نعرف إيمت فعلا فينا ندق ناقص الخطر نقول حرارته ارتفعت فوق الطبيعي، لانه صحيح. دائما بنعرف قديش ارتفاع الحراره اختلاجات بتعمل كثير مشاكل في كثير من الناس. سابقا يعني قبل لما ما كان يعني متطور الطب كان في مشاكل بسبب ارتفاع الحراره عند الاطفال ما يعرفوا ولا يكبروا، يعني عملت خلل بالدماغ، عملت خلل صحي عندهم. صحيح. هلا نحن الحراره هو ارتكاز طبيعي مناعي للجسم ضد فيروسات، ضد جراثيم، ضد إصابة معينة بالجسم، قد تكون إصابة مناعية، قد تكون لا سمح الله هي أول عارض لمرض سرطاني، لمرض مناعي، مو بس مرض التهابي. فهي ارتكاز طبيعي للجسم، ارتكاز يعني طبيعي ضد اضطراب مناعي معين بالجسم. فيعني بس ارتفعت الحرارة عند الطفل، ولا منقول قديش هون لازم الأهل ينتبهوا ويشوفوا شو السبب ويحاولوا يعالجوا السبب. يعني هو عرض من أعراض أمراض كثيرة، أمراض مناعية، أمراض فيروسية، أمراض جرثومية. هلأ نحن بفترة الخريف والشتاء وبكل فترات السنة منشوف الأمراض عند الأطفال الإنتانية إن كانت فيروسية أو جرثومية، وأول عارض منهم قد يكون هو ارتفاع الحرارة. هلا الحرارة الطبيعية عند الأطفال مثل ما تفضلتي هو بين 36.5 ل 38 بنقبلها نحن، 38 إلا كم يعني شحطة بدنا نقول، هي نحن بنقبلها. أما إذا ارتفعت فوق 38 لازم الأهل يعني يشوفوا شو سبب ارتفاع درجة الحرارة عند هالطفل، وخاصة الأطفال الرضع يلي يعني اضطراب الحرارة ممكن يكون له سبب مبهم عند الأهل، وبيقعدوا بيربطوا لي بالأسنان. منقول لهم الأسنان ما لها علاقة كتير بارتفاع الحرارة، الأسنان هي شغلة فيزيولوجية طبيعية بتطور نمو الجسم، ممكن ترفع لك شوي بالحرارة كم يعني نص درجة درجة لفترة معينة مع اختلاف بسلوكية الطفل، لكن بتلاقي الطفل 40 حرارته رح يروح، وبتجي بتقول لك والله حرارته من اسنانه، لك معه التهاب مثلا معين لا سمح الله يعني باحد التشخيصات الانتانية، وقد تكون من الانواع الخطيره، وبيربطوا لي الشغله بالاسنان. الاسنان ليس لها علاقه بارتفاع الحراره العاليه عند الاطفال. ممكن الطفل بس بده يبزغ اسنانه يلعب بشغله ما نظيفه، الاب بيعطيه موبايل، مفاتيح، ايد ما نظيفه، حك اسنانه، لعبه ما نظيفه، ممكن ياخذ جراثيم وياخذ فيروسات عبر هالشيء اللي عم يحك فيه المانو نظيف، ويصير عنده انتان تالي لبزوغ الاسنان، يعني لانه عم يحك نيرته، فما نربط البزوغ الاسنان الطبيعي النظيف، بتعمل شويه خلل بسيط بالحراره بس ما بترفعه لدرجات انه تكون طبعا عالية. يمكن ما له سبب رئيسي، هو ما له سبب، ما له سبب هو لا. طيب بيرفع شوي نعم، بس بيبين انه شغلة نص درجة درجة وبتحسن الطفل، يعني بس فقط عند ما ممكن عند ما بدها توزم اللسة ليطلع السن تمام. ممكن تصير نوع من الالتهاب الارتكاسي صحيح. البسيط باللسة. هم نعول على وعي الأم أنه مو دغري تبلش بخافضات الحرارة بالأدوية، بالأدوية دغري بتبلش. شو رأيك بأنه الأمهات دائما أول ما ترتفع حرارة
الولد دغري بينقطوا له او مثلا بيعطوه خفضات حراره من دون مثلا اجراءات اسعافيه اوليه ممكن يكون اكثر امانا يلي مثل الكمادات يعني. هلا دائما الام عندها ارق بس تشوف ابنها مرتفعه حرارته او أكيد. بعد مع ارتفاع الحراره بصير وهن عام، بتصير بتقل شهيته، بتصير في اعراض ثانيه مكمله لارتفاع الحراره. هون الام عندها هاجس انه الحراره شغله خطيره مثل ما تفضلت السيدة نور، انه الحرارة بتأثر يعني بتعمل هاجس عند الأهل، وكل واحد عنده طفل بيخاف من الحرارة وخاصة الأمهات. هلا أعطاء خافض الحرارة فوق 38 أنا معه، إن كان شراب باراسيتامول أو نقط بس بجرعة محتملة لجسم الطفل. يعني أنا هي جرعة أعطيه معلقة، شو هي المعلقة يعني الملعقة شو هي؟ قديش 2 ميلي ولا 5 ميلي ولا 7 ميلي ولا 1 ميلي؟ صح. دائما لازم نحن كأطباء أطفال بحكمة أو كأمها تعرف من طبيبة قديش الجرعة الدوائية كخافض للحرارة إذا ارتفعت حرارة الطفل. فينا نقول لما يقطع يعني 38 وفوق. وفوق. هلا في بعض الدكاترة بتقول لك 38 ونص معقول يعني تركيه للولد. ما فيني أتركه. هون هاي النقطة اللي هذه الأم ما رح تتركه، أنا الدكتورة بتقول لي 38 أنا بعطيه بدون ما أرجع، لأنه بيكون عندك هاجس إنه معدل لأنه بتخاف لما يكون فوق 38 بتقول لك إنه لا تعطيه مثلا لا تكتر له، لا مقبول الحرارة. ال 38 طبيعي اذا انا اعطيته ضمن الاطار الطبيعي 2 ملي لحسب مثلا تحت السنه ولا فوق السنه، انا عم اعطيه ضمن الاطار الطبيعي ما في مشكله. باراسيتامول ما في مشكله، وقياس الحراره ايام بيجولي واحد بالصيف بيكون طفل عمره 4 اشهر عرقان مستعمل عرقان وعليه، يعني دائما التبادل الحراري عند الاطفال الرضع ما بيكون مثلنا نحن الكبار، نحن بنعرق بنبول، يعني في طريقه لتعويض درجه الحراره بالجسم. صح. فيزيولوجيه صحيح. الجسم صحيح. بالجهاز الحراري اللي بينظم حراره الجسم عند الاطفال لسه ما اكتمل، فممكن درجات الحراره العاليه برا بتخلي الطفل يكون متوهج زايده شوي حرارته الخارجيه مو الداخليه. بيجيبوا ميزان الحراره الجبهي بيحطوه بتطلع 39، بتبلش الام تخبص بالولد، بتجي على الدكتور بيحط الميزان الحراره يلي بنستخدمه نحن ممكن الالكتروني تبع الاذن وهو الافضل، بتلاقي درجه حراره الطفل طبيعيه او ما أنا بتاتا ما في اي اضطراب عنده. اذا نحن علينا كمان استخدام ميزان حراره صحيح. وملمس ايد الام ما أنا معيار للحراره، ملمس ايد الام اكثر الامهات عندهم فقر دم وعندهم فقر دم وعندهم يعني عمل وبالمي وجلي وشو بيعرفني، فايديهم دائما بارده، واكثر النساء بيصير عندهم كمان اضطراب بحراره الايدين والرجلين، بتلاقيها دائما بتقول لك ايدي ورجلي باردين نسبه عاليه من النساء. فهذا الشيء ما بصير انا والله حط ايدي على جبين ابني قولوا عليه حراره بدون ميزان حراره وروح انزل فيه بخافضات الحراره، هون كمان خطا. اذا تاكدت انه حراره الطفل بميزان حراره موثوق انه فوق 38 لا اعطي خافض للحراره باراسيتامول، لريثما اصل لطبيبي او لمركز صحي يحدد شو سبب ارتفاع الحراره. اما مو بلش انا مثل ما بتبلش جارتي بدواء التهاب وبلش بادويه احتقان وبلش شو بيعرفني وانا شخص، وهذا غلط تماما. هي اجتهاد شخصي يعني انطلاقا عند الاطفال تماما، انطلاقا من حديثك دكتور حول انه لازم ينعطى حصرا باراسيتامول وبكميات أكيد. قليله. الابر اللي بتلجا لها الام، الابر خافضات الحراره تماما، قديش كمان لها على المدى البعيد تاثير دغري على المدى الصيدليه والبعيد؟ ممنوع الام او الصيدلي يعطي طفل ابره خافض للحراره دون وصفه الطبيب وعلى مسؤوليه الطبيب. يعني نحن كأبر عضلية خافض للحرارة الباراسيتامول مؤلمة جدا، الديكلوفينك الصوديوم يلي بيعطوها بأنواع التجارية رح أحكي اسم علمي مشان ما حدا يقول عم نضرب، بتأثر على الجسم بآلية معينة إذا بدي أعطي إبرة خافض للحرارة، والجرعة بدها تكون محددة بدقة مخيفة لأنه لها تأثير سمي على الكلية ممكن تعمل لي قصور كلية، لها تأثير على الرئة إذا الطفل عنده إصابة رئوية ممكن تعمل تشنج قصبي وخاصة عند مرضى الربو، ممكن تأثر على الخلايا الدماغية على يعني الأعصاب. إذا أي دواء هو سم ما بصير استخدامه إلا بحكمة الطبيب. صحيح. حتى الأسبرين عند الأطفال ممنوع استخدامه إلا بحكمة شديدة، نحن أطباء الأطفال بطلنا نستخدم حبة أسبرين أعطيه أسبرين بتنزل حرارته، لأنه التامرين ولا الأسبرين اسم تجاري نحن ما رح نذكر أسماء تجارية،
ساليسيليك اسيد، حمض الصفصاف، خلينا نحكي اسمه العلمي. فالاسبرين بالعموم ضار للاطفال، وخاصه مع بعض الفيروسات الرشوحات ممكن يعمل، ممكن بنسبه معينه نادره بس شفناها نحن بالعمل الطبي، تنازل ريه اللي ممكن يكون قاتل للطفل وما في شيء تسع في الطفل. فاذا انا بعيد ما بحط ابني بمتاهه أدوية قد تؤثر أو تعمل اختلاطات على الطفل، مثل الديكلوفيناك الصوديوم إن كان إبرة أو إن كان تحاميل في منه. بتلاقي طفل عمره سنة، وزنه 8 كيلو، بتعطيه تحميل عيار 25، ضربت عملت له سمية كلوية، هاتي رجعي عمل الكلية للطبيعي. فإذا نحن خافضات الحرارة خط أحمر، بستخدم المسموح فيه بالجرعة اللازم. أنا ما أخجل من طبيبي بس يكتب لي معلقة 3 مرات باليوم، قل له عفوا دكتور شو هي المعلقة؟ أنا ببيتي في صغيرة يعني، في كبيرة، في عندي أنا والله أنا بحب أكل بمعالق كبيرة، شو بدك استخدم يعني؟ يحدد لي 1 سم 2 سم لأنا أعرف شو أعطي ابني إذا ارتفعت الحرارة بالشكل الخفي بالبيت، ولحتى أوصل لعنده ويشخصني شو سبب ارتفاع الحرارة. طيب خلينا نحكي عن آثار السلبية للحرارة، لما فعلا توصل الحرارة لدرجة مرتفعة شو المشاكل اللي بتعمل للطفل؟ لا نحكي عن هي القصص اللي بتوعي الأهالي نوعا. نحن ما بدي الأهل يخافوا، هلأ نحن عندنا نسبة معينة من الأطفال حدود 10% من الأطفال من عمر 6 أشهر لـ5 سنين ممكن يصير عندهم اختلاج بارتفاع الحرارة. شو بيكون؟ ممكن قد درجة الحرارة تقريبا؟ ممكن في بعض الأطفال 38 تلاقي اختلاج، ممكن بعض الأطفال 39، ممكن للـ40، يختلف بين طفل وآخر. يعني ما في والله أنه ميزان، العلم ما هو ميزان، لذلك الحكيم هو الأساس، وإلا كنا بناخذ العلم من الإنترنت من النت وخلص وعالجنا بعضنا. كل إنسان له طبيعة، لازم الإنسان يعرف يتعامل، الحكيم يعرف يتعامل معه، خاصة بعلم طب الأطفال، عالم الطفولة عالم جميل جدا. بتعيش الطفل، يعني بتجي لعندك الأم بتحط لك طفل عمره 6 أشهر بتقول لك حرارته عالية، ملتهب إذنه، ملتهب بلعومه، وعنده بطنه من كذا، حطت له 50 علة. إذا ما كان الطبيب حكيم وأخذ بما تتكلمه الأم، دبحه للطفل بالأدوية، بيقول له هدي، بيهديها للأم، شو الأعراض اللي أنت بتحسيها؟ ما تشخصي أنت، أنت مطلوب منك تشخصي، ولا ليش إجيتي على الدكتور؟ فالطبيب بده يقعد يقرأ الطفل بشكل سليم، شو سبب، شو الأعراض اللي عنده إياها ويحكيها. هلأ ارتفاع الحرارة الزايد كمان ما كتير نكون نحن خايفين، بعض الأحيان قلت لك هو ارتكاز طبيعي لمناعي للجسم لوجود، بدنا نحكي بالإنتانات مو بالأمراض الأخرى المناعية أو السرطانية أو ما شابه ذلك. إذن هو ارتكاز طبيعي، قد تبقى الحرارة 40 3-4 أيام لحتى جسمي يقاوم الفيروس أو الجرثوم ويبلش يشفى منه. بعض الأطفال بيعذبوا الأهالي وعندهم بيكون ارتكاز جسمهم شديد لارتفاع الحرارة، بأي همسة بتلاقي حرارته ارتفعت. ما يخافوا الأهل إذا ما عنده اختلاج، يحاولوا يعطوا خافضات الحرارة، يعملوا كمادات تحت الأبط وبين الفخدين، وممكن بعض الأهالي نقول له نعملوا هذا مغطس مي دافية مو باردة، دافية بدرجة الحرارة أنا بدي نزلها لـ36، فبعطي بحطه بمي دافية للطفل شي ربع ساعة حتى يصير في توازن حراري ما بين المي اللي أنا حاطه فيها والجسم، وتنزل درجة الحرارة عند الطفل. أما كمادات تلج ممنوعة، في بعض الأهالي بيجيبوا تلج وبيلفوا فيها الطفل، بيأشعر البدن الواحد وبصير عنده ردة فعل مرضية زيادة، وبيأثر على مركز تنظيم الحرارة بالجسم، ممكن تعمل بعض الاضطرابات العصبية عنده. فإذا نحن ممكن أنه نستخدم هالآلية بتخفيض الحرارة، وما نكون خايفين، نراقب الطفل مثل ما قعدوا أمهاتنا معنا بوقت ما يرتفعوا حرارتهم، يحطوا هالمي ويعصروا هالبشكير ويعملوا كمادات، نقعد نحن كأمهات نخفض حرارة الطفل، مو نعتمد على سمية الأدوية، والله ما نزلت على سيتامول أعطي نوع تاني إيبوبروفين، ما نزلت على إيبوبروفين أعطي ديكلوفيناك الصوديوم، ما نزلت يا دكتور أعطيني شي رابع خامس خافض حرارة بكون خبطت الجسم خبط. لا، أقعد بهدوء، نزل بأدوية بحكمة الطبيب مع بعض الإجراءات الثانية، وعالج السبب الرئيسي حتى أرتاح من ارتفاع الحرارة. نعم، يعني أيضا أنا بحس الأم هي العنصر الضعيف أمام الطفل، لأنه ما بتتحمل قلبها مثلا تشوف ابنها ما تزعلي، وخاصة الجيل هلأ الجديد عن جد كتير بتلاقيها يعني عندها شغل، الله يكلها معين،
وعندها بيت وعندها وعندها وهذا وبدها ابنها فورا يطيب لانه عندها شيء ممكن ما تتحمل مرضه يومين او ثلاثه، وخاصه المدرسات للاسف انه ابنها اذا مرض لازم الام تقعد مع ابنها، ما بيعطوها اجازه، بيقول له ممنوع الاجازه. طيب انا ابني مريض بدها تروح تداوم بالمدارس وابنها مريض بده يضل عندها هاجس. يعني انت اقدر المرض. دكتور قلب الام معروف اكيد قلب الام يعني بالغريزه الالهيه هو أجمل قلب بحبه العاطفي للطفل. لا صح. بدنا منك نصائح أخيرة لكل الأمهات يلي طبعا مقبلين أيضا على الإنجاب ويلي عندهم أطفال، شو بتنصحهم؟ الحرارة هاجس مثل ما تفضلتي، لازم نعرف شو سببه. عند الأطفال الولدان ممكن يكون سببه تشفاف نقص السوائل، هون ما يخافوا يعني، ويكون كمان الطبيب حكيم ما كتير يخوف الأهل. تعويض التشفاف عند الولدان ممكن يحسن بآلية الحرارة عند الطفل. الأطفال الرضع ندير بالنا من ارتفاعات الحرارة قد تكون أسبابها مرضية، وحتى الأطفال بسن المدرسة الرشوحات هلأ منتشرة كتير، والإنتانات الفيروسية الله يبعد الكورونا والهاجس المخيف اللي عمل رعب بالعالم كلياته، يعني ان شاء الله ما بنشوفه عند اطفالنا. بس اي انتان فيروسي ممكن يعمل ارتفاع حراره، بس مو كل انتان معناتها كورونا، بس مشان ما يعني في انتانات فيروسيه هائله ممكن ننصاب فيها، وهذا موسمها الفيروسات اللي بتعمل انفلونزا. نعطي خافض الحراره البسيط ونراجع طبيبنا، نعطي الجرعه البسيطه، نعتمد اذا ما نزلت على الشغلات الثانيه كمادات. ممكن بعض الأمهات بيستخدموا المي مع الخل، ممكن بعض الأمهات يستخدموا شغلات تانية ما عندنا مشكلة، بس ما يستنشق الطفل مشان ما تعمل كمان يعني تخريش بالرئة والجهاز التنفسي. لكن التلج ممنوع والشغلات الباردة كتير ممنوع، وتعرف انه هو ارتكاز طبيعي ما شيء بيخوف لمرض معين بيعالجه الطبيب. أيام بالتهاب السحايا الشديد بتلاقي الحرارة نازلة، يعني بتلاقي جاي لي طفل على المشفى التهاب سحايا وشديد أو التهاب دماغ حرارته طبيعية. فبعض الأمراض تخفي أعراض الحرارة بسبب شدة المرض اللي قد تؤثر على جهاز الدماغ، وممكن ما يعطي أهل ارتكاز بارتفاع الحرارة المناعي لارتفاع الحرارة. فإذا ندير بالنا على أطفالنا، نحاول نوقيهم من أمراض الفصل هذا أو الفصول كاملة بتعليم النظافة الشخصية للأطفال. مو هلأ لأنه في كورونا صرنا نستخدم الكحول ونستخدم غسيل الأيدي، لازم هي وراثة ثقافية منزلية بالنظافة. نعلم أطفالنا النظافة الشخصية قبل ما نحمله، يكون تلاقي الولد يعني كله ما ننظيف، بس كامش لي قال عم يرش شوية كحول على إيديه، أكيد لا. النظافة الشخصية، كيف يأكل، كيف يغسل إيديه قبل الأكل بعد الأكل، كيف ما بالمدرسة استخدام الحمامات، غسل إيديه بشكل جيد إذا استخدم ارتاد الحمامات في المدرسة. المدارس تكون واعية للنظافة في المدارس حتى تكون مساعدة على تخفيف وجود إنتانات عند هالأطفال. إذا طفل مرشح مقرب عنده أمراض فيروسية وعليه حرارة ما تستقبله المدرسة. وكمان أنا بتمنى من الإدارات تساعد الأمهات على مرافقة أطفالهم بوقت مرضهم، حتى نحافظ على عالم الطفولة، عالم جميل بعيد عنه هالأمراض، بعيد عنه هال يعني اللي إذا ما أثر الأدوية السميتة ممكن تأثر، أو كثرة الأمراض عند الطفل بتأثر على جهازه المناعي بالمستقبل. وإن شاء الله دائما منشوف أطفالنا مثل ما بيحبوا الأمهات، مثل ما بيحبوا الآباء، مثل ما بيحب مجتمعنا، بعيد عنهم كل هالأمراض هاي إن كانت حادة أو إن كانت مزمنة، ودائما يكونوا هنن فلذة كبد الحياة تبعنا بحياتنا. شكرا لكم. الحياة كلها، فبنتمنى الصحة والسلامة لجميع الأطفال، والله لا يوجع قلب أم على أي طفل يا رب. بدنا نتشكرك الدكتور الأطفال قصي الزير على وجودك معنا، ونتمنى مرة ثانية السلامة والصحة للجميع. شكرا كثير لك. صباحكم ورد إن شاء الله. شكرا كثير دكتور. أما هلا رح ننتقل للفن والإبداع، نروح بمشاركة رسامين شباب ومحترفين من المحافظات السورية وأيضا بمشاركات من لبنان من مدارس فنية مختلفة. افتتح ملتقى أرنينا للثقافة والفنون للرسم التشكيلي، وذلك في قصر الزهراوي بحمص. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي.
افتتح ملتقى أورنينا للثقافة والفنون المعرض الثاني للرسم التشكيلي بمشاركة رسامين شباب ومحترفين من المحافظات السورية ولبنان من مدارس فنية مختلفة، وذلك في قصر الزهراوي بحمص القديمة. مشاركين 18 فنان، عدد اللوحات المشاركة 64 لوحة، شارك من لبنان، من حلب، من حماة، من دمشق، كل فنان بحدود لوحتين أو ثلاثة. المدرسة اللي اتبعوها بعض الانطباعية، بعض التعبيرية، بعض الواقعية. نحن حبينا نعمل تجربة هي عبارة عن دعوة لبعض الفنانين الشباب بالاشتراك مع مجموعة من الفنانين الكبار بالعمر وبالتجربة لإعادة إحياء هذا المكان الجميل الأثري هو قصر الزهراوي. طبعا نحن اخترنا مجموعة أعمال متفاوتة المستوى بين الجيد والجيد جدا، يعني وهو نوع من التشجيع للفنانين الشباب يعني يطوروا عملهم بالمستقبل. اللوحات المشاركة رسمت بحس المبدعين من أصحاب الخبرة وممتلكي الأدوات، رسمها شباب هواة يمتلكون الشغف والإبداع. هو نوع جديد استخدم مخلفات الورق في لوحات ثلاثية الأبعاد. مشاركة 9 لوحات، 9 أعمال، منها الزيتة ومنها النافر. النافر مواد بسيطة، حبيت استخدم يعني المواد بسيطة بس معبرة عن الواقع. كان لي الشرف المشاركة مع أورنينا بخمس لوحات تشكيلية بالمذهب الواقعي والريفة والأنوثي والجمال، وإن شاء الله بيكون معرض ناجح. مشاركة بثلاث لوحات بالمعرض بيعبروا عن الأنثى وعن جمال الأنثى. معرض كتير رائع وكتير راقي على مستوى، بيعرفك على كتير فنانين وكتير أساليب جديدة. مشاركة بثلاث أعمال يعني الأسلوب التعبيري، وأهمية هذا المعرض أنه بيضم مجموعة كبيرة من الفنانين من جيل المخضرمين الكبار ومن جيل الشباب، يعني هذا بيعطينا دفع لقدام أكثر ومنستفاد من خبرات بعض. كتير رحبت أنا بتلبيت دعوتهم لحتى أتعرف أكثر على أساليب فنية جديدة من فنانين من مختلف المحافظات. المعرض شكل فرصة للمشاركين للتعرف على أساليب فنية جديدة ومنبرا لعرض أعمالهم الفنية التي تنوعت بمواضيعها الإنسانية عن الخوف والفقر والحياة والأنثى والأمل والطبيعة، بما عكس التجربة الخاصة بكل فنان. الأخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص. هلأ سالي ننتقل لتقريرنا التالي وبنبقى بحمص مع ختام فعالية رح ننجح لفريق عطاء التطوعي مع الأطفال مركز جيل الأمل بحي باب سباع بحمص. تفاصيل أكثر مع مراسلتنا شيرين لعي. لم تقف الظروف التي تعيشها سوريا في ظل جائحة كورونا عائقاً أمام مسيرة فريق عطاء التطوعي، ولم تتوقف الأيادي الكريمة المحبة للخير من أبناء الوطن عن دعم هذا الفريق ليترجم بمشاركات وأنشطة تطوعية، ولعل آخرها فعالية بعنوان رح ننجح والتي اختتمت في مركز جيل الأمل بحي باب سباع في حمص. الفعالية رح ننجح بدأنا فيها بجمع تبرعات ضمن محافظة حمص، جمعنا تبرعات للعام الدراسي الجديد لأطفالنا، بلشنا نوزع لقرابة 2500 طفل ضمن المحافظة، إن كان ضمن جمعيات محلية، إن كان ضمن مدارس، طبعا تحت رعاية الشؤون الاجتماعية والعمل، رعاية وزارة التربية ومديرة التربية، مشكورين كلهم على جهودهم. وزعنا للأطفال تحت شعار التعليم حق للجميع قرطاسية بسيطة لتقدر تساعدهم ضمن هالظروف الصعبة. عنا السنة 120، طبعا هو العدد اقل من باقي السنين بسبب فيروس كورونا، وفريق عطاء اليوم اجى زارونا مشكورين اكيد، عملوا نشاط كثير حلو للاولاد،
عن فيروس كورونا ووزعوا لهم كمامات ومعقمات. أكثر من 2000 طفل في مدارس حمص وريفها استهدفتهم هذه الفعالية، والتي تضمنت جولة على القاعات الصفية وتوعية التلاميذ بأهمية الوقاية من فيروس كورونا، من ثم توزيع أدوات التعقيم والوقاية والقرطاسية عليهم، لتختتم الفعالية بنشاط تفاعلي. اليوم إجا لعنا فريق العطاء، وزعوا لنا كمامات ومعقمات وعلمونا كيف نحمي حالنا من فيروس كورونا. حكولنا كيف نحمي حالنا من فيروس كورونا وعملوا لنا نشاطات حلوة وبسطنا فيها. وعلمونا كيف نحمي حالنا من فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ونلبس الكمامة. وزعوا لنا هدية رمزية. معلومات غنية للوقاية من فيروس كورونا قدمها الفريق بحب وطاقة عالية لأطفال جيل الأمل بغية الحفاظ على صحتهم. من مركز جيل الأمل بحي باب سباح في حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية. يعني نور فقرتنا لليوم نفسية بحتة، وخاصة نحن مرينا بحرب قوية كانت وما زلنا منمر بحروب. بالحروب عادة ما يجبر أو يجبرون الأطفال أنه يعيشوا تجارب قد تعد الأسوأ في كل المعايير. وتشير الإحصائيات أنه ملايين الأطفال تعرضوا خلال فترة الحرب لمواقف، لردود فعل أيضا، لصدمات نفسية كبيرة أكيد سببت عند البعض كوابيس، وعند البالغين أيضا صار في خيالات أيضا سلبية. فشو الآثار النفسية والاجتماعية للحروب على الأطفال بالذات؟ مثل ما بنعرف نحن الأطفال هنن العنصر المهم بالمجتمع، كيف منعالجها؟ أكيد كل هالمعلومات رح تجاوبنا عليها الأخصائية النفسية والاجتماعية شفاء صوان. يسعد صباحك شفاء، وأهلا. صباح الخير، صباح الإيجابية، صباح التفاؤل معك دائما في إيجابية. يسعد صباحك جميعا. الحرب قاسية على الكبير، فكيف على الصغير؟ تمام. يعني بنعرف قديش يمكن نحن بنلاقي مبررات لكثير من الظروف، يعني بنقنع حالنا طول النهار انه في ظرف حطنا بهذا الشيء، بس الطفل ما عنده هي الخلفيه او ما عنده هي المعلومات ليعرف اهميه او وجود كثير تفاصيل بحياتنا. خلينا نحكي عن الاثار النفسيه للاطفال بالبدايه، نعرف هي الاثار النفسيه. اساسا هي بتكون يمكن درجات. بس كل اطفالنا اليوم تعرضوا خلال حرب قاسيه. كان في موجه من الارهاب كثير كبيره على بلدنا، ما في يمكن طفل ممر يمكن بظرف استثنائي خلال هاي الحرب. اكيد. هلا الجروح النفسيه هي مثل الندوب والجروح اللي بتكون بالجسد، لكن هي بتكون بالروح وبتكون بالنفس يعني. فاوقات لتلتئم بدها فتره طويله، بدها طريقه علاج معينه. هلا مثل كيف اذا واحد عمل حادث لا سمح الله وصار في جروح او كسور معينه ممكن تزيد اكثر بطريقه حمل غلط او هيك، كمان نفس الشيء الجروح النفسيه والالام النفسيه اذا احنا ما عرفنا نعالجها بجوز تصير مزمنه بسبب جهلنا فيها. فكل ما كنا ابكر واوعى بانه نحن نعرف شو الاشياء اللي صايره مع الاطفال ممكن انه نحن نتجاوزها. وكمان الطفل ما بيدرك الواقع اللي هو فيه، يعني ما بيدرك الاشياء اللي عم تصير فيه اللي هي اكبر من عمره، اكبر من فهمه، اكبر من ادراكه. فنحن فينا نفهمه بطريقه بسيطه انه هي فتره وبتعدي، او انه صار معنا هذا الظرف وخلص مرق، وانت قوي وانت بتقدر تتجاوز هي القصه. فنحن طريقه تعاملنا مع اي مرض او عرض نفسي هو اللي بيحدد مستقبل هذا الطفل فيما بعد. يعني مثل ما ذكرت نور، الكبير بيتاثر كيف الصغير. دائما يمكن الاهل بالبيت هن مثل ما بيقولوا محرك للطفل، ممكن هن يحكوا معه كلام يزيدوا الخوف عندهم، ممكن لا يقللوا. احيانا حديثهم اللا ارادي، يعني بيكون الام والاب عم يحكوا شيء والولد موجود انه ما بيصير نحكي قدامه. هذا الموضوع مثلا اليوم نزلت خلينا نقول قذيفة هون، شفت هالولاد اللي ماتوا، الولد لحاله بيصير عنده ردات فعل. قد المهم ايضا
الاهل، وعي الاهل لهذا الموضوع. هلا كمان الاهل اوقات انهم بيكونوا عايشين بظروف غير امنه، يعني غير امنه وغير ايجابيه يعني. فهون حتى اذا شاف هلا دائما الامان بالنسبه للطفل هو الام والاب، فلما بيلاقي الام والاب هن اصلا فاقدين الامان وفاقدين السيطره على زمانهم ومكانهم ووجودهم ومكان وجودهم، فهو اصلا بيصير عنده مثل قلق مثلا، بيصير عنده حالات واعراض نفسيه بتخليه هو يعني ما عاد يعرف يتصرف، بيصير اوقات عنيد، يعني بيكونوا الاهل اصلا متوترين بيصير عنيد هو، بيصير مهمل لا مبالي. فهي كل الاشياء كلها هي تبعات نفسيته السيئه. فانا لا، بدال ما اني انا لازم اتفهم انه هي من اعراض القلق واعراض يعني الازمات اللي بتصير معه النفسيه او طلعه من مكان لمكان. هلا هو بتخلق عنده لهذا الطفل مرونه، لانه هو بيوعى على اهل مثلا طلعوا من مكان لمكان، هربوا من قرنه لقرنه، ساووا هيك، عملوا هيك، اكلوا شو ما كان، ساووا شو ما كان. فهون بيصير عنده هو باللاوعي بيصير فيه مرونه بتحمل اي ظرف. يعني ممكن يكون انسان ناجح فيما بعد، نحن شفنا كثير ناس مروا بظروف صعبه كثير، مثل اوبرا وينفري مثلا مرت بظروف حتى هي تعرضت لاغتصاب وكذا وطفولتها وهيك، فهي بالعكس صارت انسانه واعيه بذاتها، واعيه بجسدها، واعيه بروحها، واعيه بالناس اللي حواليها. فدائما الظروف الصعبه يا بتجي نحن اذا عرفنا نتعامل معها بايجابيه بتخلق ناس اقوياء مثل ما بيقولوا، الضربه اللي ما بتكسرك بتقوي، او بتخلي الانسان هش جدا لدرجه انه باي ظرف ممكن ينهار تماما، بصير معه مثل الاحتراق النفسي. يعني يمكن قلتي نقطه كثير مهمه، طريقه التعامل، يعني طريقه التعامل مع الطفل خلال مثلا يكون في عنده حاله نفسيه معينه او اضطراب نفسي من ظروف عاشه. بس المشكله احيانا الاهالي بيكونوا عم يعانوا من هذا الاضطراب النفسي، لانه في ظروف صعبه واستثنائيه مرت على الكل، فبتلاقي ممكن هيدا الاهل يعني اذا فاقد عزيزه عليه، الام الاب عنده مشكله، فبدايه التفريق عم يكون بالولد بطريقه غير صحيحه، يعني طريقه نفسيه صعبه، هون بتكون في مشكله كبيره بمعالجتها، بيكون هو اصلا هش نفسيا لدرجه انه ما بيتحمل. يعني حتى الاهل بيكونوا ما قدرانين يتحملوا، فهن بعدم وعيهم. يعني بدنا نحن نكون واعيين ونحب حالنا، وباخر النهار نشوف انه شو الشغلات اللي كان فينا نساويها بطريقه افضل وما سويناها مع اطفالنا. ممكن نرفزنا عليهم، عصبنا، بلشنا نهارنا بنعيط او نساوي اي تصرف بسبب الضغوطات النفسيه اللي صارت معنا. فلا، هون كل ما كنا واعيين بذاتنا ومسؤوليتنا وعيانين بتصرفاتنا، يعني اذا راقبنا حالنا بكاميرا فنحن بنقدر، كاميرا نفسيه يعني عم بحكي عنها، انه عن جد بنقدر نطلع ونتجاوز هي القصص بكثير ايجابيه وكثير حاله نفسيه جيده ان شاء الله. يعني يعني باخر النهار مثل ما قلت، واول النهار انه ننوي هذا الشيء، وباخر النهار انه نراجع الفيلم تبعنا شو سوينا بنهار. كثير الناس يمكن سالي عم تتابعك عم تقول هذا الحكي يمكن سهل، بس والله ضروري. عرفت يعني في ناس بتقول لك فوق، يعني في عندنا حصار اقتصادي ومعيشه صعبه جدا واثار نفسيه، كيف بدك يعني في بايجابيه ونام؟ يعني بدنا تطبيق نوعا ما عملي اكثر. الحب هو اللي بيخلق عنا التغيير، يعني حبي لابني او حبي لطفلي او حبي لزوجي لعائلتي هو اللي بيخليني انا يخلي هالحافز الداخلي جواتي اني انا فيه مبسوطه وبلش اطبخ واعمل وساوي واحب واحتضن واستوعب، بالذات في مراحل دراسيه ضروري انه نحن كمان نكون معهم داعمين. يعني تماما، يعني مثل ما بنعرف الحروب كانت قاسيه، وخاصه الارهاب اللي تعرض له بلدنا، كثير من العوائل تهجروا غصبا عنهم من بيوتهم، يعني الارهاب ما خلى شيء ما دمره. من الناحية الاجتماعية شو تأثير العائلات والأطفال أيضا اللي تهجروا من بيوتهم وقسرا؟ يعني هلا في الأطفال اللي تعرضوا مثلا لتحرش، اغتصاب، زواج مبكر، بنات زواج القاصرات، فهي كلها هي القصص هي دائما نتيجة للحروب والأزمات، دائما هي شغلة طبيعية بالحروب والأزمات. فنحن بدنا نحاول بوعينا انه مثلا زواج القاصرات، نحن ما بنحاول انه نكون زواج قاصرات، لو شو ما كان بنت بضمان أمن معنا أكثر ما أنه نحن نزوجها زواج طفلة، يعني وتعاني وتعاني الأمرين أكثر. لأن كثير أنا شفت حالات يعني صدقا حتى بيعجز، يعني أنا كشخص يعني واعي بيعجز دماغي أنه يلاقي حل لهي الإنسانة مثلا، من كثر ما بيكون يعني عن جد أنه هي لازم أنت طلعي حالك من هي الظرف، تعلمي، اعملي أي شيء، ساوي. يعني دائما حتى لو تزوجتي زواج قاصرات، يعني حتى اللي عم يسمعونا هلا، تزوجتي زواج قاصرات درسي، تعلمي، اعملي أي شيء، امسكي كتاب، حاولي توعي حالك بأنت بمكانك اللي أنت فيكي. يعني هلا ما في
شيء، بكبسة زر فينا ننزل كتاب، بكبسة زر فينا نشوف فيديو يعلمنا يوعينا يشوف. يعني أنا يعني للكل يلي قدران إنه يقدر يعلم حاله أو يطور حاله، شوفي ناس واعيين، تعلمي من ناس واعيين، تعلمي من نساء واعيات، يعني شوفي اللي حواليك الناس الإيجابيين وتعلمي منهم. شغلة تانية مثلا اللي تعرض لها، نحن بنحاول إنه ما يصير في قصص تحرش وكذا والابتعاد وكذا، بس في أماكن ما في الواحد أبدا يضمن هي القصص، بالذات الناس تعبانة وكذا وهيك، فبيكون يعني ما في ضوابط أصلا، المهم المكان السقف الآمن يعني، فبيصير هي القصص. فنحن هون لازم نوعي الطفل إنه هو يحافظ على جسده، إنه هو يحمي حاله، إنه هو ما يسمع حتى بالأوقات العادية بأوقات السلام. لازم نحن كمان نعلم الأولاد إنه ما بيصير إنه حدا يتصرف معك بطريقة معينة أو يلمسك بطريقة معينة صحيح. أو يحكي معك صحيح. بطريقة معينة، أو مثلا أوقات في ناس على سبيل المزاح بيتنمروا يعني صحيح. نحن لازم نوقفهم عند حدهم سواء كبار أو صغار، عم نحكي عن جد، لأنه التنمر صاير في ناس ما بتقدر يعني ما بتعرف إنه في حدود للأشخاص بالتعامل مع الأشخاص. لما الناس ما بتعرف حدودها، ودائما هي حريتك تقف عند حرية الآخر، هي الحدود. وعم نشوف حالة التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى ممكن العائلة تتنمر على الطفل من خلال فيديو بتنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه هي عم من نوع من باب المزاح. تماما، قديش بيأثر نفسيا على الطفل تماماً. يعني بشكل كتير كبير. بس خلينا نحكي، ممكن في كتير من الناس خلال الحرب مثلا قديش أنا فيني أتعامل مع الطفل اللي فقد عزيز، يعني الطفل مثلا، في ناس نحن عم نحكي الأطفال اللي ضمن عائلاتهم مع أبوهم أمهم، بس في كتير من الأطفال يمكن فقدت أمه أو أبوه، قديش هيدا المجتمع اللي حواليه فيه يتعامل معه لا يحاول يطلعه من هاي الحالة النفسية، بيروح على المدرسة بيشوف مثلا ورفقاته معهم أهليهم. هون قديش فينا كمان يعني نحن نكون عنصر إيجابي، مو تماماً. بس الطفل كل المحيط لازم يسعى ليكون بحالة نفسية تمام. هلا فقد عزيز كتير في فراغ نفسي كتير كبير حيكون بحياة الطفل، ويمكن ما حيقدر يعوضه حدا قد ما يكون شخص حنون جدا جدا من الأفراد العائلة، ممكن عمي عم خال خالة، يعني ممكن هدول إذا ما احتضنوه هذا الشخص وتفهموه واستوعبوه أنت ابننا وابنه، والتركيز على فكرة إنه أنت ابننا، أنت لو إنه توفوا مثلا أمك أو أبوك أو كذا، بس أنت ابننا، أنت مثلك مثلنا، أنا بقيم من أولادي وباخد. هي الكلمات كتير إلى أثر ساحر على فكرة يعني. وفي ناس كتير ربون يعني حتى وقت ما في حروب وأزمات، ربتهم مثلا خالتهم مرت أبوهم وكذا، بيقولوا نحن ما بننسى حنيتها، ما بننسى عمتنا وقت ربتنا أو خالتنا أو كذا. فدائما كل ما كان الإنسان إيجابي واعي وعن جد في ضمير إنساني داخله بالتعامل مع هدول الأطفال، لأنه الطفل مو ذنبه إنه إجا على هاي الكرة الأرضية هيك صحيح. يعني نحن لازم نكون واعيين انه نحن يا منكون قد المسؤوليه وعن جد منشغل ضميرنا وانسانيتنا ووعينا وهي تجربه، يعني اي انسان بمر هيك ظرف هي تجربه لانسانيتك، فانت تكون مسؤول وفوت بالتجربه عن جد وتحملها بحب، لانه كل شيء بنعمله بالحياه بحب عن جد بيرجع لنا اضعف. يعني انت بذره وعم تزرعها وتدير بالك عليها هي البذره، فكل ما اعطيتها اكثر واهتميت فيها اكثر رح تعطيك اكثر، وكل ما نبتها وهيك حيصير حتى هو بذرة سيئة بالمجتمع. يعني هذا الشخص حيكون حامل أحقاد وكره وأشياء سلبية وحقد على مجتمع ما احتواه وكذا وهيك، فهو بيصير عنده مثلا إجرام، تصرفات سلبية، سرقة وهيك شغلات، مشان هو يوعي الناس أنه أنا موجود يا عالم، أنا وقت اللي انهملت بطفولتي يا عالم أنا موجود، بشري بخيري أنا موجود. فليش ما منخلي هاي البذرة خير ومنقول هذا الإنسان موجود بخيره وقدران يعمل شغلات كتير عظيمة وقدران يتجاوز ويساعد حتى الأشخاص. يعني بجوز بيقول أكثر حدا قادر على أنه يساعد مدمنين المخدرات هو مدمن المخدرات نفسه، لأنه هو عاش التجربة. أكثر حدا بتقدر تساعد زواج القاصرات هي اللي تزوجت قاصر وقدرت تطلع منها، وكثير بنشوف نماذج بتطلع للعالمية لما هي بتطلع قصتها تكون كثير قصتها كبيرة، فبتطلع للعالمية فبتصير هي إنسانة واعية مع أنه بتكون هي صغيرة كثير. وأنا كثير شفت نماذج كثير حلوة من دول كثير متعددة أنه عم تطلع تحكي تجربتها وتساعد النساء أنه ما توقع بهي التجربة بطريقة كثير واعية وجميلة. يعني أوقات الألم هو بوابتنا للنور الداخلي جواتنا، رحمة الله يولد الإبداع أكيد. تماما صحيح، ودائما الإنسان الأقدر على شرح الحالة هو صاحب الحالة تماما، يلي خايض التجربة هو الأقدر على وصفها، الأقدر تمام. على شرحها بتفصيل، ويكون يمكن مثل ما ذكرتي مركز لأنه ينشر الوعي بين اللي مثله. يعني تمام. خلينا نحكي أيضا عن الحقوق يلي انحرم منها الطفل
فبدنا نصائح أخيرة منك لكل يلي عم يتابعنا. تمام، هلا أوقات حق التعليم، حق الوجود بحضن آمن، يعني إنه أم أو أب أو سقف، يعني حتى في ناس هلا سقف ما عندها، يعني إنه هذا لازم نحس بالعالم. مثلا ناس اللي عندهم مثلا ملابس زيادة بأول الشتوية، في ناس ما معها ثياب، نحن من قيمة دون تياب وبننزل بدون لا على التعيين، لا منستنى جمعيات ولا منستنى شيء. أنا بعرف عالم ما روح انزل وأعطيهم، عندي أحذية ما تبع السنة الماضية يمكن أنا ما لبستها السنة الماضية، أو شيء أنا ممكن اشتريته أنا حبيت إني اشتري، بشتري قطعة تانية إذا بقدر، بشتري قطعة تانية وثالثة ورابعة. صح. عن جد نحس بالعالم، لأنه كل ما زاد إحساسنا بالمسؤولية تجاه نفسنا وتجاه الآخرين بنكون ناس عن جد أنجح بالحياة. وكل ما الإنسان عنده ما كان فيه مسؤولية وما بيحس بالعالم، كل ما كان هو من جوا عنده خلل نفسي. صحيح. فانت بتشوف قدي انت قيمة انسانيتك ووعيك، قدي انت بتحس بالعالم وبتقدر الناس اللي عندها ألم داخلي وبتقدر تحسيهم وتساعدهم حتى بدون ما حدا يدرى. يعني ممكن اشتريت اكل تروح تشتري لناس بتعرفهم، انه ناس بمكان تاني او كذا، انه ما اكلوا ما شربوا، نسكب للناس اللي حوالينا، نطعمي حتى اي حدا. يعني كل ما كنا ايجابيين عن جد هذا مقياس. نحنا دورنا كبلد فيها ازمة وكتير شغلات سلبية، نحنا أنه نكون نحن النور اللي نحن عم نضوي للناس، ونحن الشيء الخير اللي عم نضوي للناس، مشان كل ما الناس تشوف الخير تقول عن جد في خير، وهو كل ما الناس تحدثت بالخير بيكتر هذا الخير، وكل ما الناس كانت إيجابية وتحملت مسؤولية عن جد في شيء جواتها حيضوي. يمكن هاي من عادات وتقاليد أهالي سوريا هو الشعور بالآخر وفعل الخير. تمام. مننا نحن وصغار وعينا عليه. بالختام بدنا نشكرك أكيد على وجودك معنا، وإن شاء الله يا رب هيك يديم الخير والصحة لكل الناس. ومثل ما قلت يمكن التعامل بحب والشعور بالآخر هو أجمل شعور ليعطي طاقة إيجابية لكل الناس. شكرا كثير لك. تسلمي لي، أهلا وسهلا فيك. بدنا نشكر وجودك معنا، نشكر نصائح اللي قدمتيها، إن شاء الله يعم الأمن والأمان كل بيوت السوريين، وخاصة بعد حرب قوية على سوريا والحرب الاقتصادية اللي ما زلنا عم نعاني منها. هيك نور بنكون وصلنا لختام صباحنا لليوم. شكر أيضا موصول لجميع كادر الإخبارية السورية ولمطعم رمان اللي عم يستضيفنا بحلقات صباحنا غير. نتمنى لكم بقية نهار يحمل الدفء بقلوبكم وأيضا كل الطاقة الإيجابية والأمل بانفراجات قريبة جدا بإذن الله. إلى اللقاء، يعطيك العافية نور. يعطيك العافية سالي، نتمنى الخير والصحة للجميع، والله يحمي كل الناس ويحمي رجال الجيش العربي السوري ويحمي بلدنا العزيز سوريا. إلى اللقاء. باي.